ذكرياتك عن الموصل. الله، اولا الموصل احنا رمضان ما نسميه رمضان، نسميه غمضان. هذا المصطلح يمكن غمضان. اي انا راح احاول احكي مصلاوة شويه، احكي براحتك بس اراد لكم تايتل ترجمه شويه. يعني موصل طبيعتها مدينه دينيه بصوره عامه، يعني مو يعني احنا من شفنا غير مدن وشفنا غير دول بها كرنفالات بها مهرجانات ربما رمضان، احنا لا، بصوره عامه الموصل بدايه رمضان انه اول يوم رمضان ممكن انه كل اولاد الموجودين بالمحله بالمنطقه يلبسون الدشداشه البيضه والعقتين ويا ابوهم يطلعون للمسجد يصلون تراويح. وراء التراويح يطلع يصير موضوع الاماسي البسيطه اللي جلسات بسيطه تكون. طبعا العاب شعبيه موجوده اللي هي الفره اللي هي عباره عن الصينيه بها قلاصات ربما يخلون مثل المحابس هي متشابهه، اي هاي فره يسموها. واكو المحابس ايضا بس بصوره يعني مو مثل غير محافظة، بصوره كلش مبسطه المحابس بغمضان بغمضان بغمضان. اي موضوع اخر يصير تبادل بالاطباق المنزليه بين بيت وبيت، هذا خصوصا من اول يوم. يعني يستذكرون موتاهم اللي ماتوا اول، خصوصا اللي مروا عليهم اول يوم رمضان، فيطلعوا لهم انه خير وبركه. فتشوف انه المائده الرمضانيه بها اكثر من نوع من الاكل، مو بس لان البيت هو طابخ، وانما لا الجيران كل واحد اللي جايب كبه اللي جايب عروق وكذا. طبعا مطبخ موصل اللي غني بالاكلات.